قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر نية هؤلاء. وإذا عبر المصنف بقوله ولو صحت نية الفاعل، فلو قال قائل: ما أردت أن أتخذ هؤلاء المقبورين ذريعة للشرك، فإن صلاتي أخلصتها لله عز وجل وليس في قلبي شيء من هذه النية، قد يقول: إن دليلي ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. جابوا عن هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالفعل بقطع النظر عن نية الفاعل، لأن بعض الأحكام قد تتعلق بمجرد الفعل بقطع النظر عن نية الفاعل. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: يدخل في هذا من تشبه بهم بلباس أو زي أو حركة أو نحو ذلك ولو لم يقصد التشبه بهم، لأنه قد يقول: يعجبني هذا اللباس ولبسته من أجل إعجابي به، فيقال له: ما دام أن هذا اللباس هو لباس الكفار فإنه محرم بقطع النظر عن نيتك. إن صاحب هذا الفعل نية في التشبه فهذا أعظم وأعظم في التحريم.